في الاسبوع ال 23. المباراه عايز افكركم المباراه اللي فاتت كانت من الاسبوع السادس، مؤجله من الاسبوع السادس في الدور الاول، بكره هتكون المباراه الثانيه في الدور الثاني ان شاء الله في الاسبوع ال 23. كل التوفيق للفريق. احنا عندنا يوم الجمعه ان شاء الله مباراه الاهلي والاسيوطي، عشان بس الناس تتذكر مباراه الاهلي القادمه. عندنا بعد مباراه المغولون غدا مباراه الاهلي والاسيوطي. عندنا يمكن واحنا بنتكلم على الفريق في بعض التدريبات عندنا باسم علي، احنا بذكركم ان هو اتصاب، يعني نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ما يبقاش فيها اصابات لاي فريق واي لاعب من لاعبي النادي الاهلي. لكن خليني اقول لكم موقف الفريقين، يعني موقف الفريقين. النادي الاهلي حتى الان لعب 22 مباراه، فاز في 18 وتعادل في 3 وخسر في مباراه وحيده، وليه 50 هدف وعليه 12 هدف وله 57 نقطه. ايضا المقاولون في المركز الثامن له 22 لعب 22 مباراه و 8 فوز للمقاولون و 7 اهداف 7 تعادلات و 7 خسر من النادي الاهلي. النادي خسر 7 مباريات وله 27 هدف وعليه 27 هدف و 31 نقطه لنادي المقاولين. ده تاريخ المواجهات الفريقين حتى الان ما بين الاهلي والمقاولون العرب. 69 مباراة عدد المواجهات، الأهلي فاز في 48، المقاولون فاز في 6، 15 مباراة تعادل، 117 هدف الأهلي أحرزهم في شباك المقاولون العرب، المقاولون العرب أحرز 38 هدف في مرمى النادي الأهلي، أحمد بلال هداف النادي الأهلي في هذه المباراة 8 أهداف، محمد فاروق هدفين. أكبر فوز كان بالنسبة للنادي الأهلي كان في موسم 2002-2003 بنتيجة 6-2، أما أكبر فوز بالنسبة لنادي المقاولون العرب على النادي الأهلي فكان موسم 96 بهدفين مقابل لا شيء لنادي المقاولون. ده تاريخ مواجهات الفرقتين. أما هدافة الفريقين بالنسبة لمباراة الغد، طبعا وليد أزارو هداف النادي الأهلي وواحد من هدافين الدوري الممتاز 12 هدف، أيضا أحمد علي كامل لاعب المقاولون العرب الفرود المميز أيضا له 8 أهداف بالنسبة لفريق المقاولون. ده بالنسبة لهدافي الفريقين. مشوار الأهلي في الدوري العام بداية من مباراة طلائع الجيش تعادل إيجابي 1-1، اتحاد اسكندري فوز الأهلي 2-0 وفوز الأهلي على الرجاء 4-1 وفوز الأهلي على الإنتاج الحربي 2-1 وفوز الاهلي على الاسماعيلي 2-0 ثم الفوز على الداخليه 2-0 والفوز على المصري البورسعيدي 2-0 والفوز على انبي 4-1 والفوز على الاسيوطي 1-0 وهزيمه من مصر المقصه 3-2 وتعادل ايجابي مع طنطا 1-1. ده بالنسبه جزء من مشوار النادي الاهلي. اما بقيه مشوار النادي الاهلي في الدوري الممتاز، فوز على سموحه 2-1 وتعادل ايجابي 1-1 مع دجله وفوز على بتروجيت 3-0 وفوز على فريق النصر 4-0 وفوز على نادي الزمالك في لقاء القمة في الدور الأول 3-0 وبداية من الدور الثاني فوز على طلائع الجيش 2-0 وفوز على مصر المقصة 2-1 وفوز على رجاء 3-1 وأيضا فوز على نادي الإسماعيلي 1-0 وفوز على الاتحاد السكندري 3-0 وفوز على المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس 3-0. ده مشوار فريق النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله طبعا بكره ان شاء الله المباراه الثانيه بالنسبه للدور الثاني للنادي الاهلي. ده مشوار المقاولون العرب بدايه من اول لقاء امام الرجاء وفوز للمقاولون العرب 3-0 وتعادل ايجابي مع الاسماعيلي 1-1 وفوز للمقاولون العرب 3-2 وفوز ايضا على النصر 2-1 وتعادل ايجابي مع الاسيوطي 1-1 وفوز على الانتاج الحربي 3-2 وتعادل ايجابي 1-1 مع الداخليه ثم هزيمه من المصري البورسعيدي 1-0 وتعادل ايجابي 2-2 مع امبي ثم فوز على طنطا 1-0 وهزيمه من سموحه 3-0. ده جزء من مشوار نادي المقاولون العرب. ايضا المقاولون العرب ينهزم من وادي دجله في مباراه قويه 2-0 لوادي دجله والمقاولون العرب يفوز على بتروجيت 2-0 وفوز لنادي الزمالك على المقاولون العرب 1-0 وطلائع الجيش يفوز على المقاولون العرب 2-0 والمقاولون العرب يفوز على مصر المقصه 2-0 وهزيمه من الرجاء 1-0 وفوز للمقاولون العرب على الاسماعيلي 2-0 وتعادل ايجابي مع الاتحاد السكندري 1-1 ثم تعادل ايجابي ايضا مع النصر 2-2 ثم تعادل ايجابي
في اخر 3 مباريات كان طبعا نتائج المقاولون غير قويه، تعادل ايجابي مع الاسيوطي وهزيمه اخيره من النادي الاهلي 3-0. ده يمكن مشوار الفرقتين وموقفهم من مواجهتهم مع بعض. اعتقد ان احنا ان شاء الله بكره هنشوف مباراه قويه. النهارده من ليله المباراه هيكون معايا النهارده نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي، هنتكلم بقى على ليله المباراه ورؤيتهم للمباراه السابقه واكيد رؤيتهم ايضا لمباراه الغد. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا. هروح لفاصل واستقبل ضيوفي طبعا ونتكلم عن مباراه الغد ان شاء الله.